بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر لتنس الأرض تحييكم. معانا النهارده معلومة جميلة قوي إن شاء الله نستفيد منها كلنا مع بعض. يعني المعلومة دي بتقول إيه؟ تعريف التنس أو وصف التنس أو إيه هو التنس الأرض؟ وإيه هي رياضة التنس؟ يعني كل الناس بتسمع عن رياضة التنس، فطبعا بعض الأحبة قال لهم يعني جاتني مكالمة قال لي يا ريتك في فيديو صغير كده تعرفنا إيه هو التنس؟ وإيه هي لعبة التنس؟ وإيه هي فائدتها لعبة لعبة التنس عبارة عن مجهود جسدي عادي أو ممارسة مهارة أو مهارات معينة، ونتحكم فيها بمجموعة من القواعد والخطوات. يبقى هي عبارة عن خطوات وقواعد طبقا لمعدة معينة والمدرب بيحكيها للعيب بيكتسبها، ويكون الهدف التميز والمتعة في هذه اللعبة، وتمارس على أنها منافسة، تمارس على أنها هواية، تمارس على انها ترفيه ترويح. يعني الواحد اللي بيمارسها بيحاول بيبقى ليه هدف في ممارسه هذه لعبه التنس الارضي. يبقى هي ليها هدف، مثلا ماتش بين اتنين لعيبه هواه، ماتش بين اتنين لعيبه منافسين، ماتش بين اتنين لعيبه بيرفعوا عن نفسهم. طيب عايزين نشوف فوائد التنس الارضي باختصار برضه عشان اصدقائنا، هنقول باختصار كده فوائد التنس الارضي. بتحمي الجسم من الامراض المتنوعه، يعني لعيب التنس تمني يمتاز بصحة جيدة، أو اللي بيمارس التنس الأرضي دائما ويمكن بيقول 99.5% بيمشي برشاقة، بيحس بالحياة، بيحس بالمتعة في اللعب وخارج اللعب. طب نشوف إيه هي فوائد لعبة التنس. بتحمي الجسم من الأمراض المتنوعة، مثل إيه؟ السمنة بتخلي عروقك رشيق، بتحميك من السمنة خالص، لأن السمنة بوابة جميع الأمراض. السمنة بوابة جميع الأمراض. هشاشة العظام، أمراض القلب، أمراض الشرايين التاجي. طبعا وزي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. شكرا، إلى اللقاء في معلومة أخرى إن شاء الله.